السلام عليكم طلاب، راح اشرح لكم النوع الثالث من انواع النولج ريبريزنتيشن اللي هو الفرايم. الفرايم يوضح مفهوم الوراثة بشكل واضح، وهو عبارة عن مجموعة من النودز اللي تكون على شكل مستطيلات ومرتبطة مع بعضها مجموعة من الصفات اللي تنكتب على الاسم او الارك اللي تربط بين النودز اللي هي المستطيلات. اذا النود تمثل هنا بشكل مستطيل تمثل، والعلاقة أو الصفات تكتب على السهم. هذا الفريم. طبعا الفريم قبل ما أشرح هذا المثال، الفريم يكون نوعين، أما السلوت ليست اللي هو عبارة عن سلوت ليست، الصيغة مالته سلوت ليست، النود نيم يعني اسم النود، وفقط البيرنت. هنا البيرنت أقصد بيها النود الأب، يعني احنا تعلمنا دائما انه النود هي مثلا الستارت هي الاب، ابنائها منو، وهكذا نستمر حتى الخوارزميات السابقه. اما هنا طريقه الفريم تمثيل المعرفه، راح نكتب النود نيم يعني اللي داخل المربع نفسها نسميها النود نيم، اسم النود، والبيرنتس اللي هي النود الاب. مثلا هنا اذا جينا على هذا المخطط نعتبر الفريم هي النود الاب، منو ابنائها؟ السلوت ليست والفريم ليست. فاذا انا اذا اريد اكتب السلوت ليست لازم اكتب البيرنت اللي هو الاب، الفريم، العفو، البيرنت الاباء وليس الابناء. اوكي زين. النوع الثاني الفريم ليست. الفريم ليست الصيغه مالتها الصيغه العامه اكتب فريم سلاش ليست، افتح قوس، النود نيم مثلا الفريم ليست، البيرنت منو ابوها مثلا الفريم، وبين قوسين تشايلد. اذا ناخذ على هذا المخطط هنا على هذا الفريم ايش راح نقول؟ مثلا السلوت ليست اكتب فريم ليست، اكتبها فريم سلاش ليست بين قوسين، نود نيم شكتب اكتب سلوت ليست، البيرنت منو الفريم، والتشايلد منو السلوت ليست، واكتب الصيغه مالتها اللي هي بين قوسين كبار وبعدين اسد القوس الصغير. نرجع على المثال، عندي هذا المثال. المثال هسه راح احله بطريقه السلوت ليست مو الفريم ليست، اللي هي تكون على شكل جدول اللي هي النود نيم والبيرنت، وممكن اكتب النود فاليو ايضا. فاذا هسه هذا المخطط اكو فد فلاح اللي هو ديفيد، ديفيد قال لي ديفيد از ا فارمر، ديفيد هو فلاح. اون شملوك بن، البن هنا هو دوغ، كلب، از ا دوغ، وهذا الدوغ شبيه هيت توم، يكره توم اللي هي كات، زين، از ا كات، وكات تشيسز ماوس، تلاحق الماوس دائما او تطاردها، كاتبت لكم اياها هنا، ولايكس تشيز، وتحب الجبن. وبنفس الوقت بن هو صح ادوغ بس هم شي يحب الميت، يحب اللحم. فاحنا اذا رجعنا على هذا المخطط الفريم نيم، انتبهوا عليه، راح اظل اتنقل بين المخططين حتى تفتهمون، بين هذا الجدول اللي هو هذا السلوت فريم، هذا سلوت فريم اللي يكون على شكل جدول، راح اكتب الفريم نيم والسلوت، وايضا ممكن اكتب السلوت فاليو. فاذا ارجع عندي اول شيء عندي هذا المخطط، منو السلوت نيم؟ ديفيد اللي هو طبعا ابدي من الستار، فاذا راح اكتب هنا الفريم نيم ديفيد. ايش بي ديفيد؟ ديفيد از ا فارمر واون بن، فاذا عنده ابناء اثنين اللي هم فارمر وبن، يعني ابناءه كعقد هنا، بس هي بالحقيقه انه هو فارمر ويمتلك كلب. فاذا نرجع هنا از ا، اكتب از ا يعني بالضبط مثل المخطط بس اسويه جدول، ديفيد از ا فارمر، اونز شيملوك بن. زين ارجع مره ثانيه، هسه خلصنا ديفيد، كتبنا كل معلومات ديفيد، ارجع مره ثانيه على بن، بن شبي از ا دوغ ولايكس ميت. فاذا ارجع بن از ا دوغ لايكس شنو؟ ميت. بعد اكو فد صفة البن، خلينا نشوف، بن از ا دوغ لايكس ميت، ونكمل، وهيت منو؟ توم. فاذا اكتب هيت توم، هيت توم. فاذا بن از ا دوغ هيت توم لايكس ميت. نرجع على توم نشوف توم شنو صفاته. توم از ا كات وتشيسز ماوس، اذا هو شنو؟ هو عبارة عن قطة وتطارد الفأرة. فاذا نرجع توم، هسه عندي توم از ا كات تشيسز ماوس،
بقى عندي فقط الماوس. الماوس ايش بيها؟ الماوس لايكس تشيز. فاذا الماوس لايكس تشيز، فاذا هذا المخطط جدا بسيط، مجرد ما اكتب الفريم نيم اللي هو ديفيد بن توم، ما اكتب الصفة مالته، مثلا ديفيد هو الفارمر، خلاص اكتب از ا فارمر وأونز بن، خلصنا ديفيد. بن از ا دوغ لايكس ميت هي توم، توم از ا كات تشيسز ماوس، وماوس لايكس تشيز، وهكذا. زين ادي مثال اخر راح اشرح لكم به الطريقه الثانيه اللي هي السلوت الفريم ليست. عفوا الفريم ليست يتكون من النود نيم يعني اسم النود ويا البيرنت وبين قوسين اكتب تشايلد واسد الاقواس الصغيره. شوفوا هذا المثال. المثال هنا يقول الكمبيوتر يتكون من المونيتور اللي هي الشاشه والانترنال ستراكشر المحتويات الداخليه والكيبورد والبيرفرالز اللي هي الاشياء الخارجيه اللي تربط بها مثل البرنتر الماوس الى اخره. البرنتر البورتس والسبيد، والبيرفرالز مثل الماوس والبلوتر اللي هي الراسمه، الانترنال ستراكشر الديسك كنترولر والمذر بورد والنمبر اوف فانكشن كي. هذا الكيب العفو هذا ابن الكيبورد. زين اذا اريد احلها انتبهوا علي، راح اتنقل بين الرسمين حتى تفهمون اكثر. اول شيء انا ايش عندي؟ راح اكتب فريم سلاش ليست، لان هي الصيغه هيجي، اكتب فريم سلاش ليست، افتح قوس صغير. منو اول شيء نبدي؟ نبدي بالستارت اللي هو روت الكمبيوتر. فاذا الكمبيوتر ارجع اكتب فريم سلاش ليست كمبيوتر. منو البيرنت مال الكمبيوتر؟ ارجعوا للرسم، شوفوا عنده بيرنت، عنده اب، ما عنده اب، اذا ايش راح يصير؟ راح نحطه بمكانه سلاش، فراغ احطه بمكانه هذه الشارحه الكبيره، باعتبار ان الكمبيوتر هو الستارت. من اشوف شارحه بمكان البيرنت معناها شنو؟ معناها هو هذا الستارت، ما له اب، ما له عقده اللي هي عقده الاب او النود. زين اسد عفوا فارزه منو ابناء المونيتور والانترنال ستراكشر والكيبورد والبيرفرالز، اذا اكتبها بين قوسين كبار ابناء هذا تشايلد. فاذا اذا نرجع للصيغه الفريم سلاش ليست هاي هيش تنكتب كصيغه، افتح قوس صغير، النود نيم اللي هو الكمبيوتر اللي هو اول نود، سلاش ليش حطينا سلاش؟ لان هي اول نود ستارت مالها اب، فاذا خلينا سلاش. فارزه منو ابناء بالمخطط؟ ابناء المونيتور والانترنال ستراكشر والكيبورد والبيرفرالز، اذا اكتبها بين قوسين كبار واسد القوس الصغير واخلي نقطه. طبعا مو لهنا وانتهى، هسه اذا نريد ناخذ منو ثاني شيء؟ ناخذ واحد من ابنائه مثل هو الانترنال ستراكشر، باعتبار هنا راح اخذ الانترنال ستراكشر باعتبار انه عنده ابناء، حتى تعرفون يعني انه اكو اب واكو ابناء، فاخذت هذه. ممكن تاخذون المونيتور مالها ابناء تخلون شارحه بمكان الابناء، مكان تشايلد شارحه بين قوسين كبار. فاذا اذا اريد اكتبها راح اكتب فريم ليست، قبل ما انتقل انتبهوا على الرسم، راح اكتب فريم سلاش ليست، ايش اكتب؟ انترنال ستراكشر لان هذا الفريم نيم، عفوا النود نيم. زين منو البيرنت؟ اخلي فارزه واكتب كمبيوتر، بعدين اخلي فارزه واكتب بين قوسين كبار الديسك كنترولر والمذر بورد اللي هم تشايلد، اسد القوس الكبير واحط نقطه. انتبهوا فريم ليست منو هسه النود راح اخذها؟ الانترنال ستراكشر. منو ابوها؟ الكمبيوتر. العقده الاب هنا، النود الاب هو الكمبيوتر، البيرنت هو هنا الكمبيوتر، منو تشايلد؟ الابناء هو الديسك كنترولر والمذر بورد، اسد القوس الكبير وانهي. نرجع خلينا ناخذ الكيبورد، خلينا نشوف الكيبورد كمثال. هنا منو النود؟ اكتب فريم سلاش ليست، افتح قوس صغير، اكتب كيبورد فارزه. منو البيرنت؟ الكمبيوتر. منو تشايلد؟ افتح قوسين كبار واخلي بوسطها نمبر اوف فانكشنال كي واسد القوس. وهكذا الى ان اكمل المخطط كله. انتبهوا الفريم ليست كيبوردز. منو الاب؟ البيرنت الكمبيوتر. منو الابناء؟ نمبر اوف فانكشنال كي واسد القوس. زين هل كمل الحل؟ لا، ممكن طلاب تكملون مثلا البيرفرالز، انه فريم سلاش ليست بيرفرالز، فارزه كمبيوتر اللي هو البيرنت، فارزه افتح قوس كبير واكتب برنتر،
اكتب برنتر لان البرنتر هو الابن. زين حتقولون البورت والسبيد، البورت والسبيد ابناء البرنتر، يعني اقدر اكتب فريم نيم افتح قوس صغير اكتب برنتر. منو البيرنت؟ البيرفرالز. منو تشايلد؟ البورت والسبيد. زين اقدر اكتب بيرفرالز ايضا، منو ابناء البيرفرالز؟ البيرفرالز مو بس البرنتر، البرنتر والماوس والبلوتر. زين اذا كتبنا على بيرفرالز عفوا راح اكتب فريم ليست بين قوسين صغار بيرفرالز فارزة كلها داخل القوسين، فارزة من البيرنت كمبيوتر، من تشايلد بين قوسين كبار البرنتر والماوس والبلوتر وهكذا، وسد القوس الكبير والصغير. زين طبعا من محاسن الفريم يجعل البرمجة اسهل اكثر مرونة من طرق التمثيل الاخرى. ده تشوفوه موضوع جدا سهل، اسهل في الفهم من الطرق الاخرى باعتبار انه راح يمثل ليها اما بشكل جدول فجدا مفهوم، او بشكل فريم ليست وايضا مفهوم بين هذا النود وهذا البيرنت وهذا البيرنت اللي هم الاباء وهذول التشايلد اللي هم الابناء. زين سهولة اضافة حقول داخل الفريم طبعا كل السهل. شكرا جزيلا، ان شاء الله تكونون افتهمتوا.